أخي خير، شو بوشك؟ شوفي تركيني. ليش شربان كتير؟ انتي علمت ريما شو تعمل ما هيك؟ ها؟ انتي قلتي لها تغير القفول؟ طيب وين بدي نام أنا؟ ماشي أخي، هلأ أنت اقعد وريح حالك، رح أعمل لك قهوة لحتى تصحصح. إيه؟ لا؟ هلأ صرت أخوكي؟ هلأ تذكرتي إنه أخوكي موجود ما هيك؟ مجد خلاص تركها وروح. شو دخلك شوفير التاكسي؟ قلي مين أنت؟ وانتي ها؟ لنفترض انه ابي صدقها لريما، وانتي كيف بتصدقي لها الواطية؟ لك انتي كيف تطعني اخوكي بالسكين بظهره؟ اخي شو يلي عم تقوله انتي؟ انا ليش لأطعنك؟ ليك مجد خلاص هلا اطلع لبرا، بس تصحى تعال هون. يلا لك مين انت ولا؟ يا مجد انت شو اللي عم تعمله هلا؟ بهدلت حالك على الاخر، دخيلك قوم وقف على رجليك بقى. قوم بعدي ما بدي مساعده منكم، بعرف قوم لحالي. بتول ايه؟ ما حدا عم يصدقني بنوم، عم تفهمي؟ أنا ما عملت شي بريما يا بتول، بحلف لك يمين ما لمست شعرها من راسها. ليش شو صاير لريما قول؟ البنت وقعتني بفخ وبعدين راحت واشتكت علي وانحبست، قال شو؟ أنا دفشتها من على الدرج. طيب مجد أنت كيف بتعمل هيك عملة بشعة؟ أختي حتى أنتي مو مصدقة؟ ماشي الحال، لا حدا يصدقني، أصلاً كلكم بتكرهوني وأنا بكرهكم. وين الباب؟ بعدي. يلا تعالي معي بتول، تعي حياتي. وأنتي لا تخافي عادي، مشي الحال. مو معقول، لا مو معقول، لا قدرت حط ملح بالكندرة ولا أضربها بالحجر وهي طالعة كمان. مو حلوة ريحتي، أكيد أنا مسحورة. فتون بكفي اللي عملتيه بالسهرة، لشو هالحجر بالصالون كمان؟ والله هالحجر مهم بالنسبة إلي، هو جزء مهم من اللي كنت عم حاول أعمله. يلا تعالي، أنت اليوم تعبت كتير، يلا ننام بقى. أي نوم هاد؟ أمي اليوم بدها ياني أرجع أنام بالبيت. بس أنا ماني موافق على هذا الشيء، ما رح تروحي لمحل. شو بيعني هالحكي إياد؟ شو بيعني؟ شو تذكرتي هدول؟ مستحيل مستحيل حطهم بإيدي. وإذا بعدتك على البيت رح أرجع عيش كل شيء عشته من زمان، ولهيك ما في تروحي. صار فينا نروح لعند أمك هلأ بس مع بعض. طيب خلص حياتي فكن، لأنه ما رح أروح لمحل. يلا ما حذرتي. إياد كيف رح نضل طول الليل هيك؟ ما بعرف، منتفرج على شي فيلم حلو، بس بالأول تعالي معي. لك وقف بلاها. شبكي؟ الطنجرة سخنة كتير وهلأ الزيت بيطرطش. لا ما بيصير شي. إياد ليش هيك؟ أنا ما قلت لك لا تحط الزيت. احترقتي؟ وسختني بالزيت. أنا كنت خايف عليكي وأنتي أكلي هم تيابك؟ شوف وصل الزيت لشعري لفوق إياد، رح أمل هلأ صار لازم أتحمم. بحبك كيف ما كنتي حتى لو مأملة. لك لا تتمقلس وقلي كيف بدي أتحمم وأنا هيك. منفوت سوا. حلو كتير، في أحلام تانية؟ إيه في. لما يحمر خدودك بتصيري أحلى. إياد خلص عن جد هالمسحة طولت كتير، يلا فكن لشوف. عن جد صعب. فكن إياد.
حياتي ما فيني، المفتاح مو معي. بالله جد؟ وحياتك؟ يا دليك والله بموتك، وهلأ كيف بدي فوت على التواليت؟ منفوت مع بعض، الحب أكبر من أي شيء. إياد مو مصدق أنه عم تساوي هيك. ولا أنا، بس بالنهاية نحن سوا. حلو كتير، منساوي مثل المرة الماضية، خلينا نفكهم. بوعدك الصبح منفكهم، وبالليل منضل هيك، منعمل كل شيء مع بعض. من وين بتحبي نبلش؟ من الدوش؟ لا مو مشكلة أبداً، خلص بضل هيك اليوم. طيب من التواليت؟ وهي بلاها. معناتها بالفيلم منبلش. ناستي شو نروح ننام؟ لا لا ما بدي نام. إذا مو نعسانة خلينا نلعب. لعبة شو؟ الجرأة. ماشي. يلا
يلا اياد كله سطل مي، ادلقوا على حالك وخلصنا، ما رح استناك هيك للصبح. اذا مرضت بتزعلي علي كثير، مو حلوه. لا ما بزعل عليك، انا بس تعمتك وانت خايف من شويه مي. معقول؟ ماشي، انت قادره حياتي. ايه لك شو اللي عملته فيني؟ عن جد برد كتير بوظنا. وبهالطريقة هي نحنا منكون خلصنا من قصة دوشك. إياد نحنا كيف بدنا نبدل تيابنا هلا؟ منغمض عيوننا. خلينا نفوت بلا ما نمرض. بابا بابا اسمعني شوي، لازم نحكي لو سمحت. اسمعني مجد، انا قلت يلي عندي. بابا بابا ريما ضحكت عليكم كلكم، لك مو شايف اني عم تلعب عليكم انتو الكل؟ انا لليوم غضيت نظر عنك، حبيت حبيبة اقرب رفيق لك وما حكيت ونزعت علاقتك فيه كمان، بس هلا ريما حامل منك، يعني حفيدي ببطنها وانت حاولت تقتلها. بس بابا انا اسمعني مجد، لا تأرجيني وشك لحتى تحط عقلك براسك. بابا لو سمحت لا تتركني لحالي، انت كمان اسمعني. بابا بابا لو سمحت استنى. طيب يا ريما، انت اللي ربحتي، بس رح دفعك الثمن غالي. مو بس هيك، صدقيني رح تدفعي لآخر عمرك. أنا بورجيكن. لا تعندي أكتر، يلا قومي نبدل تيابنا. أنا كتير منيحة هيك إياد، كمل شغلك. رح دفعك تمن اللي عملته غالي مشان تكون بالصورة. بعرف بس بتستاهلي. كيف يعني ليش؟ أنا شو عملت لك؟ حضرتك ما بتعرفي شو عملتي؟ بدك تروحي على البيت لعند أمك وضل أنا لحالي هون؟ ها وهي عقوبتي؟ بتكلبشني بالكلبشات؟ لك افهمي يا بنت، أنا بدي أقضي كل حياتي محبوس معك، وبكل دقيقة بدي إياكي. ما بدي نبعد عن بعضنا بنوب. سيدي، لقينا سيارة على جسر جنب الشط ومفتوح بابا ما فيها حدا. كرر، لقينا سيارة على جسر جنب الشط مفتوح بابا وما فيها حدا. أنا ما فلحت بدور الساحرة، بس أنا لسه عندي حركات كتيرة.
أنا عندي قوة خارقة كمان. ما راح تتزوجي بنوب، فهمتي؟ لك كمان هالمرة مكلبشين مع بعضكن؟ آخ منك. طيب دقيقتين بكون عندك، أصلاً أنا قريب من البيت. سكر بعدين بحاكيك. لك شو أنت مختلة عقلياً يعني؟ يلي بيشوفك بيقول هي أكيد ناوية تنتحر. سكوت سوق ابني سوق. لا تواخذيني أنا ما عم اشتغل هلأ. لك شو عم تقول؟ لازم تاخذني على شجرة الأمنيات. يلا سوق. ما فهمت. على شجرة الأمنيات شبك؟ والله إلي عمر عم اشتغل على هالتاكسي وما سمعت بهيك شي من قبل. المخفر بعرفه والمشفى بعرفه، حتى أنا بعرف مقبرة المنطقة ومكتب دفن الموتى كمان، بس ما سمعت بشجرة الأمنيات أبدا. شبك قر 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 قر. روح أنا رح دلك على المكان. تعسلى بقى شغل هالعداد وسوق. أنا كثير مستعجلة لأنه ابن أخي الحلو الشخصية إياك على وشك أنه يتجوز وحدة مأملة ومعفنة. بس دقيقة، قلتي إياد؟ إيه. وشو اسم البنت؟ يخرب بيت على هالاسم فتون. يلا سوق ابني سوق. طيب قلتي لي شجرة الأمنيات ما هي؟ إيه ابني. أنت بتعرفي حديقة الريح خالته؟ شو؟ هيك اسم الحديقة؟ إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. روحي، أنا مبارح شفت بمنامي منامات كلهم عواصف وأمطار. هي بتكون إشارة يا ترى؟ والله واردة كتير. هلأ رح أخذك على شجرة الأمنيات لتحققي أمنيتك، ماشي؟ روح الله يرضى عليك. فتون قربي الزيتون شوي. حياتي انت مد ايدك. لك خلص. لك بعي. احترقت احترقت. ايه وليش ما بتنتبه؟ اصلا عملتي هيك؟ اتنيناتكن بورطة. شو قلتي؟ طلعت بتحكي. لا مو معقول. اكيد ماني خرسة، كل ما بتروح امي بشيل السماعات. وأكيد عم تسمعي اللي عم نقوله. ها يعني كله بسبب عمتي. صح هالحكي. وبحذركن أمي بلوى مسلطة على الكل، هي مثل الفيروس بتنتشر وبتتغلغل وما بتمشي لتخرب البيت. معك حق، بس نحن آخدين لقاح، مرق على راسنا كتير ما هيك إياد؟ وأمك كمان رح نقدر لها. كيف رح تقدري لها؟ بشوية ملح ولا بالحجر؟ وانتي شو اللي عرفك؟ طول الليل امي عم تحكي لي عن دور الساحرة يلي مثلته عليكي. فتون انتي بتصدقي هالخرافات معقول؟ انا رح افتح. لك على مهلك، شو صار لك؟ انا جيتكن. مروان ليش لابس هيك؟ هذا عقابي على اللي عملته هديك الليلة. طيب وين أمير؟ أخذ عمتك الشريرة وراحوا على شجرة الأمنيات. حديقة الريح اللي فيها شجرة الأمنيات كتير حاولوا يروحوا لهنيك، واللي وصلوا لها ما قدروا يرجعوا. إذا وصلتي وقدرتي تربطي خيط أمنيتك بالغصن، أمنيتك رح تتحقق على الأكيد. بس يعني حسب ما قالوا، اللي وصلوا وربطوا الخيط على هالشجرة ورجعوا كانوا شخصين بس. ما في ريح ولا مطر، بس الأرض كلها طين، وأنا مصممة إني أوصل. إذا الله رد لي، أنا اسمي نجمة وهذا الشال رح أربطه على الشجرة بإذن الله. يلا امشي. وصلتي. ما ضل شي نجمة. أهلين خير، شو القصة؟ مجد أويار هون؟ لا مو هون. ليش؟ أنت إمتى آخر مرة شفتيه أو حتى حكيتي معه؟ ليش هو عامل شي يعني؟ لقينا سيارته على جسر بس ما لقيناه. ها انتم مفكرينه انتحر مو؟ احتمال، ولازم نحقق بالموضوع.
انتو ما بتعرفوا مجد، مستحيل يعمل هيك شي لأنه بيحب حاله كتير، يعني احتمال يلعب هاللعبة ليخوفنا ويقلقنا عليه. خلص لا تقلقوا عليه، والأحسن ما ضيعوا وقتكن على الفاضي. شو رأيك هلأ تجي معنا على المخفر وتبلغي ليدوروا عليه؟ أكيد لا، طبعا لا، وصدقني ما بيكون صاير معه شي. مثل ما بدك. طيب إذا هو تواصل معك سيارته صارت عنا، يا ريت تبلغي. طيب عزبتوا حالكم، يعطيك العافية. عنز الله يعافيك. انت مشغول بالك عليه على الفاضي بابا، شو ما بتعرفه؟ كل يومين وبيرجع بيجي. اخر مره عمل هيك كمان انت ما بتتذكر؟ طيب اذا عرفت اي شيء انا بتصل فيك وبخبرك. ماشي بابا. انا مو مصدقه، هاد مو معقول. ما كان ناقص غير انه تعمل حاله ساحره لتفرقنا وساوت هيك عمتك. طيب شو اعمل؟ ما هي عمتي. تعرف إياد برأيي إنه ننفصل وبلا ما نعذب لعمتك بنوتك. شايف قاتلي حالك لحتى ننفصل؟ والله كله بسبب عمتك إياد. ايه ولا تنسي اللي عملوه جدك وستك كمان. ها؟ يا جماعة روق شوي واهدوا. لشو هالحكي؟ لازم نفكر كيف بدنا نوقفها عند حدها. في فكرة خطيرة هلأ خطرت ببالي، بس لازم نعرف ننفذها منيح. فكرة شو هاي؟ هلأ مو العمة بتآمن بالخرافات والشغلات هدول؟ لك مروان يا ريت لو بس هيك، هي عم تطبقهم بحياتها كمان. ايه شو بدك تقول؟ نحن كمان رح نخوف عمته لإياد هيك، منه بتترك إياد وفتون ومنه بتنسى هاي الخرافة. ايه بس هذا كله مو حقيقي، كله من عندي، ما في هيك شجرة أصلا. بس عمته نجمة ما بتعرفه لهالحكي. ايه لك طلعة نزلة طلعت روحي. وين شجرة الأمنيات هاي؟ كأنه عم نمشي بالمستنقع. أنا كم مرة قلت لك يا روح قلبي لا تيجي معنا، مو منيح مشانك أنت يا عمري. بس مين أنا لحتى تسمعي كلمتي؟ رجل كرسي أنا. لا تنقي كتير سيرين، بس نصل وتشوف المنظر بيروح كل تعب. إيه أنا بس بدي أشوف وشها لنجمة، ترى لما تشوف الرجال أبو دقن بيضة شو رح تعمل وقتها؟ اسمعوني. أكيد جاي عمته لإياد ولا شو؟ أنت لا تقلق أبداً، زبطت القصة منيح. لك أنا قلبي ماله مرتاح، يعني بركي صار شي لعمتي. والله أنا خايفة نحن اللي صار لنا شي. يلا هلأ تحكونا من هذا الحكي، خلونا نبلش بالتحضير قبل ما توصل لهون. يلا استعجلوا. سيرين انتبهي لا تخافي. آخ على حركات وفصول فتون قديش صايرة مو حلوة. لك اتصلت فيني وقالت لي تعي خلينا نضب الغراض مشان ناخدهم من هون، ولهلأ مو مبينة. والله يا مرام لا تزعلي، أنا بدش كلامي دج، هي بنتك ما فيها عقل بنوب. والله مزبوط حكيك نجمة خانم، بس شو بدي أقول؟ أخ لك والله ما عم بعرف كيف بدي أتصرف مع هالبنت هي. والله لو تعرفي قديش ندرت وقديش وزعت صدقات كمان بنوب. بس أنا شو ساويت؟ رحت على حديقة الريح بالأخير. إيه عن جد؟ وإن شاء الله ربي هالمرة بيتقبل دعواتي وبيحقق لي أمنياتي، وربك قادر على كل شيء. وأنا أملي كبيرة. بس لازم توصلي لشجرة الأمنيات ليمشي الحال. لكان شو؟ يعني أنا صحيح ما وصلت لها بهالسهولة لهالشجرة، بس وصلت بالأخير. معقول هالصدفة هي؟ أنا رحت اليوم لهنيك وفي شجرة وما قدرت أوصل لها. معقول ما وصلتي لها؟ بتعرفي شو بيقولوا كمان بهالخصوص نجمة خانم؟ بيقولوا بالليل الدعاء مقبول. ايه يعني لازم تروحي المسها وتربطي الشال على الغصن تبع الشجرة بهالوقت أحسن، وقتها بينقبل هيك بيقولوا. يعني هيك قلتك انتي؟ ايه هيك. ايه منيح. قديش ساعة هلا؟ لسه ساعة ما صارت تسعة. ايه كتير منيح، يعني لسه في وقت، الوقت كتير مناسب كمان. أمير؟ ايه. لك انت متأكد انه هالمكان لكل الناس؟ ايه طبعا متأكد، ألف مرة مرقت من هون، بس الشجرة ما كانت هيك. يمكن اجا شي حدا وربط فيها شريطة واللي شافه عمل مثله. بس بتعرفوا؟ أنا هلأ أشعر بدني وبلشت خاف عن جدها. أنا كمان أشعر بدني مثله. خلص خلينا نروح بقى.
لا تخافوا يا جماعة، كل القصة ضحك بضحك. يلا حبيبي بلش لبس، حتى دقلنا نشوف شغلنا. يلا يلا بلش. طيب مثل ما بدك. خدي اعطيني لساعدكم انا. يلا يلا هاتي خدي. خلص محمد، ما فيني ضل هون أكتر من هيك، بس بالنسبة إلي كانت هالتجربة حلوة. بكرة أنا مسافرة، وبتمنى تنجح بحياتك وبشغلك، بس حاول ما تخسر فتون محمد. رح تحتاج لموهبتك كتير لتوصل للنجاح يلي بتتمناه. حكيت مع المحامي وهو رح ينهي مسألة الأسهم تبعك. من هلأ ورايح تواصلك رح يكون معه. بتمنى لك السعادة أنت ورنين، وبتمنى تقدروا تكونوا العائلة يلي بيستاهلها ابنكم إياد. شوفك بخير. شو هالحلاوة يا خانم، عن جد طالعة عروس بتاخد العقل. والله لو مو خايف من محمد لخطفتك. لا تبالغ عروة. لك ليش ما عم بتصدقيني؟ يعني أنا بعيوني هاي شفت عرايس كتير، بس عروستنا لهلأ ما شفت وحدة بحلاوتها وحياتك. الله، وبعدين يا بنات المكان صار مثل ما بدنا بالضبط. اي والله مزبوط كلامك، وصارت كل امورنا جاهزه. طيب بلكي هالشريره عند القلب او غيره، يعني بلا ما نموت المره بالجلطه كمان. لا تخافي عليها، قلبها اقوى من قلبي وقلبك وما بيصير لها شيء. امير بلا ما تتحرك ابدا. ليش بقى؟ في حدا وراك. مين هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مروان يلي جا، وعك تطلع وراك، لأنه إذا اطلعت عن جد بدنا نخسرك. أمير لا تمزح معي، أصلاً أنا ميت من الخوف، مو ناقصك كمان. يا ريت لو كان عم يمزح يا مروان. حبيبي حبيبي لا تطلع، لا تطلع لورا أبداً أبداً. حياتي شوفي وراي يحكي. دورو شوف بعيونك. تعال هون، هذا اياد. شبك مروان؟ لك اي جدا، هذا انا. مروان موتتني من الضحك. خي هلا انشفى غليلي منك. بس حياتي ما بصير تعملي معي هيك، يعني بدك تخسري لجوزك انتي. بس عن جد اياد انت شكلك كثير مقنع. ايه والله معها حق، وكثير لابق لك كمان. ايه حبيبي انا بيلبق له كل شيء، ما هيك يا بنات؟ عم تتمقلسي علي فتون؟ لا والله، بس ليش قالوا بوشك؟ لك هدأ، أنا عم بتحكني كتير. بصير يلبس مروان بدالي؟ لا حياتي لا، لو سمحت تحمل شوي، بعدين كل التعب اللي تعبته بيروح على الفاضي. أنت بتعرف شو بدك تقول ما؟ بعرف، بس مالي متذكر، ولهذا السبب تفضلي حضرتك وبلشي. يا فانية، مو أنت إجيتي لعندي اليوم بالنهار؟ أنا بعدت لك إشارة بس كأنك ما فهمتي. وطالما رجعتي اجيتي هلا اسمعيني كتير منيح. انتي عم تحشري مناخيرك الكبيره هي بحياه اثنين بيحبوا بعضن. لا تعملي هيك، واذا ما رح تتركي هاثنين بحالهم بقى رح اضل ملاحقك لاخذ بحقهم، والهموم والامراض ما رح تتركك طول عمرك، ووقتها رح ورجيكي شو يعني نار جهنم. بالغ هالقد؟ والله بالغ قد ما بتقدر.
شو عجبتكم؟ يلا يا شباب خلونا نختفي بسرعة لحتى يضل الجد إياد لحاله بالساحة. يلا يلا يلا. مانو مرتاح. كيف يعني؟ لتكون بدك تهرب؟ لك ايه بلالنا هالشغلة، قولي لهم خلينا نمشي بقى، اصلا طقيت من هالتياب، ايه ما في محل بجسمي الا وحكيته. طيب حبيبي تحمل كرمالي وبس نخلص بحكي لك كل جسمك بالبيت ماشي؟ هلا انت رجع عيد الحكي اللي رح تقوله مشان ما تنسى. فتون؟ يا الله شو هالحديقة تبع الريح اللي ما كان يخلص فيه المشي. مو معقول أنا عموت عموت. شبهات مين يلي هون؟ مين يلي هون؟ نجمة هذا المكان خطير عليكي. خلاص أنا رايحة، لا تقرب. لك أنا ما بدي روح معك. الله يستر يا مرام على هالشيء. يا ربي لفلاف، مين بتكون هاي المرة؟ عم تمثل معنا شيء؟ لا يمكن حدا فضولي من أهل المنطقة وجاي يتفرج. كأنه عمته لإياد ما رح تجي لهون أبداً. اف يا الله. لمين عم تدقي؟ اف عم بتصل بأخي أمير، رح يوقف قلبي تليفونه لهلأ مغلق وما رجع اتصل كمان. أبصر لشو عم يخطط هلأ. أكيد هو عم يعاقبكم، طولي بالك شوي إلا ما يرجع يفتح خطه. خلص لا تقلقي. إيه إن شاء الله. لا تشغلي بالك. لك فتون عم بتحكني كتير. لك اسكت. لإمتى رح أسكت؟ خلص. لك شو عم تساوي إياد؟ أنت ليش شلت الدقن؟ يلي برد عليكي بجن مشان تعملوا فخ. أنا يلي بتبهدل هون. إياد لك وقف، ليش عم تشلح كل هالتياب؟ يعني هي مو تاركتنا ونازلة فينا فصول كل الوقت. طيب خلص مثل ما بدك، أنا بلبس هون، روح أنت كأنه ما في غيرك. غليظ. كيف مو حلو؟ رايح لورا الشجرة، رح أستنى عمتي هنيك. أي ولا تنسى تفسد علينا. استنى إياد يا فساد، استنى. لك إياد، لك استنى. لك هاد صابو ترى شو ما عاد سمعني. إياد ممكن تستناني شوي؟ أف. إياد لك مو معقول أنت، عم احكي معك ما عم تسمع؟ ما رح افسد عليكم، بس مضطر كذب وبقلها اني لحقتها وبسأل شو عم تعمل هون او غيره، وانتي روحي تخبي يلا. ماشي، طيب شو رح يصير بعدين؟ رح ترجع على البيت وتعمل فصول وتنكدنا وتسود لنا عيشتنا. وانا رح احكي معها. نحن عم نحكي عن عمتك الشريرة هون، ما بتعرف عمتك وفصولها ولا بدك نترك من وراها؟ ما رح نترك بعض لا تقلقي، بس يعني ما عاد بدي البس هدول، قتلوني. طيب انا بلبس الثياب، انت تخبى. ما رح اتخبى. ما تخلينا نتخانق، الله يوفقك. إذا بتفكري بشوية منطق ما رح نتخانق، يلي عم تعملوه سخيف. يعني أنا ما عندي منطق؟ بعد ما شفت هذا الشيء إيه؟ أنا كل يلي عم أعمله مشان ما نترك بعض بنوب، لأني بحبك كتير، ولأنه إذا تركنا ما رح أتحمل العيشة من دونك، بالأخير أنا بطلع السخيفة وما عندي منطق ما؟ طالما هيك أنا رح أروح، بكرة بضب أغراضي وما عاد تشوف وشي. تعي ما رح تروحي لمحل. لك اتركني وروح عيش مبسوط مع عمتك. بدونك انت ما فيني كون مبسوط. رح وقف بوش الكل كرمالك، صدقيني ما حدا بيقدر يفرقنا عن بعضنا، لك حتى عمتي.
قلت ما رح تبوسني. انتهى المشهد. مين هاد؟ صوت مين؟ العمى. شو عم يصير أمير؟ شو بيعرفني؟ تعال تعال. مين هدول؟ شو عم يصير؟ يلا لطيف شو اختار؟ امشوا امشوا نشوف. لك من وين اجوا كل هدول؟ ايه ما بعرف. مين هدول؟ شو بيعرفني؟ ماني عم بفهم شي. لا تواخذونا، كان مشهد حلو كتير، ما حبيت اقاطعكم. ليش انتو مين؟ خير ان شاء الله. انتو شو عم تعملوا هون؟ لتكونوا انتو اصحاب هاي الارض. انتو شو عم تعملوا هون؟ هذا موقع تصوير وعم نشتغل، بس انتو مين؟ طيب وهي الشجرة؟ حضر فريق العمل. مين شغل الشموع؟ منيح طلع الموقع مثل ما بدي. المهم يا جماعة رح نمشي وانتم موفقين. يلا يلا امشي. يلا 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 امشي. خلصنا. منيح اللي بدنا نروح لاني كتير بردت. فيك يا استاذ، انا عندي مطعم وبعمل فيه بيتزا ووجبات سريعه وساندويتش. يعني انا عم اقول اذا صاروا لزمكم موقع تصوير بمطعم او كافيه لو سمحتوا تواصلوا معي، هذا رقمي تفضل. الله يعطيكم العافيه يا شباب. انا هلا لازم امشي، يعطيكم العافيه. يا رب. لك استنوني. يلا يا جماعة منكمل تصوير. أبصر شو صاير مع عمتك. يا حرام، الصبح كانت ساكتة وكأنه القط أكل لسانها، لا سمعتنا حكي ولا حتى عملت شي. بظن إنها تعلمت الدرس، ما هيك؟ طيب لنقول تعلمته، يعني برأيك ما عاد تشتغل فينا؟ ما بعرف، بجوز تشتغل فينا بجوز لا. ليك تخيل لو عمتك كانت بنص موقع التصوير هنيك وكانوا عم يصوروا كل شي، أكيد كان رح يكون أحلى. يعني هيك مشهد حلو بيضل الذكرى وبيضحك، مو هيك؟ يعني شو رح يصور هالمخرج؟ أصلاً هو مغرور على الفاضي وأنا ما طقته. ولا شو عم تحكي عنه هالحكي؟ المهم انسى هلأ، نرجع لموضوعنا. لأمتى رح تضل عمتك هالشريرة عنا بالبيت؟ فوتون لا تضلي تقولي عن عمتي إنها شريرة. ليش شبه هاللقب؟ لا بقلا عن جد. شو شايفك رايقة اليوم؟ ايه بس انت مانك رايق. بعرف. ليش يا ترى؟ ها؟ فكري شوي. انت ببحر السعادة يلي غرقانة فيه ما نسيتي شي؟ ايه لا انا ما نسيت، وكنت رح قلك موفقة بشغلك بس انت ما استني. ايه لا امو هاي معناته انا بحبك بخاطرك. تسلم لي. شو بتطلع حلو لما بتكون زعلان كمان. عن جد حبيبي زعلان، مفكر انه نسيت عيد ميلاده. معقول انسى هيك يوم؟ مستحيل هالشي. الفريق القديم كمل ورح نكمل شغل مع بعض. انت شو رجعك لهون لعنا؟ انا رجعتها. مونيكا خانم بتعرف هالشي؟ مونيكا رجعت على ايطاليا. شو؟ كيف هيك؟ وليش ما خبرتوني بالقصة؟ شو منيحة؟ مو كتير. أنا ما عجبتني، سمعنا شي تاني. هيك ما رح يمشي الحال. طلعوا المسا في عنا مناسبة، أنتم متذكرين هالشي؟ ما معنا وقت.
ليك مروان ركز معي، اصحك تتلبك مثل امبارح، كلامي مفهوم؟ وانا شو دخلني؟ مو اياد اللي فقص القصة كلها؟ انا ما دخلني بنوب. والله انا محضر منيح لليوم، ولما تجي فوتون براجع معك كل شيء. لوين مروان؟ رايح على التواليت. اعملها هون يعني؟ اصلا بدي 5 دقائق لاشلح هدول التياب. طيب خلص روح، فهمت، روح بقى. امير اتصل ببتول وشوفها ليش تاخرت لهلا. طيب